مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في حلقة جديدة من قضاياكم. ما الذي حققته المرأة في السياسة خاصة منذ العام 2011 حتى اليوم؟ وهل كانت المرأة رقما سياسيا أم ومهما في صنع القرار، أم كانت رقما لدعم أصحاب القرار؟ وما هي رؤية المرأة للحل للأوضاع الموجودة الآن على الساحة اليمنية؟ في هذه الحلقة من قضاياكم نخصص جزء كبير ونخصص الحلقة كلها لنشاط المرأة، سواء في أحداث 2011 أو أحداث 2014، ورؤية المرأة وهل حققت ما كانت تصبو إليه أم أنه لا يزال أمامها مشوار نضال طويل. كل الموجودات معنا اليوم من النساء بالتأكيد، لأنه المعنيات بهذه الحلقة معي نورة الجروي، رئيس حركة إنقاذ الشباب 14 يناير. مرحبا نورة. وعضو المجلس السياسي الأنصار لأخلاق الشامي. مرحبا أخلاق. والناشطة الحقوقية هويداء المذهجي. مرحبا. وكذلك الصحفية فاطمة الأغبري. مرحبا فاطمة. إذا مشاهدينا الكرام، كما قلنا ستكون حلقة خاصة بالنساء، رؤيتهن للحل وتطلعاتهن وطموحهن، خاصة بعد أن خرجنا بمطالبات ووصلنا إلى سقف معين أو إلى أمور تحققت الكثير منها على الورق، خاصة فيما يتعلق بمؤتمر الحوار الوطني. لكن اليوم ما الذي تحقق على الأرض؟ سنسأل عن ذلك، لكن بعد هذا التقرير الذي عده الزميل محمود الحميدي. منذ عهد الملكتين بلقيس وأروى، والمرأة اليمنية ما تزال تتصدر مشاهد كثيرة. في العام 2011 قادت النساء مسيرات الاحتجاجات ناشطات وثائرات وشهيدات. شاركت المرأة في جميع الثورات اليمنية، شاركت في، كان لها مشاركة في 14 أكتوبر، وكان لها مشاركة في 26 سبتمبر، المشاركة الأبرز أيضا في 11 فبراير. الأهم أنها كانت هي من أشعلت ثورة 11 فبراير، هي من قادت المسيرات. أيضا شاركت في اللجان الأمنية وفي اللجان المستشفى الميداني، في جميع اللجان كانت المرأة مشاركة. المرأة لها دور كبير ليس من الآن ولكن منذ القدم، ولكن الآن ظهرت وجوه جديدة، ظهرت العديد من الناشطات، وهذا إنما يدل على الوعي في داخل أسرهن أو بداية الوعي داخل المجتمع. الأهم أنها أيضا هناك كثير من الشهيدات سقطنا في ثورة 11 فبراير في تعز. الآن النساء الفتيات طالبات الجامعة مشاركات وبقوة وبشجاعة في ثورة ضد الانقلاب على العملية السياسية. جيل جديد من النساء والناشطات اليوم يدخلن ميادين الدفاع عن الحقوق والمشاركة في الاحتجاجات، وتظل شكوى التعرض للاعتداء والقذف مستمرة. المرأة تعرضت على من قبل حتى ثورة 11 فبراير لكثير من المضايقات والإساءات، تعرضت للمحاكمات، صحفية تعرضنا للمحاكمات، تعرضنا للقذف، لدرجة أنه أسست صحف للنيل من أعراض النساء. كثير من الفتيات تعرضنا للانتهاكات، لكن في فتيات لا يصرحن بالانتهاكات خوفا من العادات والتقاليد التي بالأخير هي لتقيد المرأة. مؤتمر الحوار الوطني أقر في مخرجاته حق المرأة في التمثيل العادل بنظام الكوتا، غير أن هذا التمثيل ما يزال غائبا وما تزال المرأة تبحث عن حقوقها. نحن نعول على مخرجات الحوار الوطني، رغم أننا ما كناش مقتنعات فيه 100% بالحوار، بس مخرجات الحوار الوطني إذا طبقت يعني بتكون الدولة النص المأمول فيه به. الكثير من الفتيات تطمحن بالعمل السياسي، من حق أن تطمح بالعمل السياسي مثل الرجل. توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام كانت أبرز الناشطات مع أروى عثمان وغيرهن، اليوم تقود مرحلة النشاط الحقوقي أخريات ويطمحن لتحقيق الأهداف. إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. فاطمة، باعتبارك من المشاركات في أحداث 2011 أو ثورة 2011، إذا ما أردنا تقييم للوضع، خروجك من حيث الخروج في المبدأ ومن حيث تحقيق الأهداف، راضيات عن التمثيل، راضيات عن النتائج؟ طبعا بالبدء سأتحدث عن خروج المرأة في ثورة 11 فبراير 2011. كانت المرأة تمثل رقم صعب في ساحة التغيير، في ساحة وميادين التغيير. طبعا بالنسبة لوجود
بعد ذلك وجدت المرأة وبشكل كبير في مؤتمر الحوار الوطني، وكان لها دور كبير أيضا في أن تشارك في صياغة مخرجات الحوار الوطني. فيما بعد كان أيضا استطاعت المرأة، وهذا كله يعود بفضل ثورة 11 فبراير، أن تصل إلى منصب رئيس وزيرة إعلام لأول مرة ووزيرة الثقافة لأول مرة. طبعا بعد ما حدث في 21 سبتمبر، للأسف الشديد هناك إقصاء كبير للمرأة، وهناك بعض النساء استطعن. من الذي أقصاكم؟ في الحوارات الموجودة مثلا الآن، الحوار القائم سواء كان حوار موفنبيك أو المؤتمر العام، وجود المرأة في المؤتمر الوطني وجود شكلي، وأما في مؤتمر موفنبيك معروف أنه لا توجد مشاركة للنساء. بس أنت تحملي 21 سبتمبر؟ أحملهم هم أيضا أقصد النساء. إذا كان في خروجنا للشارع خصوصا في هذه الأيام، هناك تظاهرات تخرج في الشوارع توجد فيها المرأة، وللأسف الشديد هناك من يقوم بقمع المرأة في الشارع. هذه مرحلة ثانية، خليني أتكلم. طالما أنت تحملي 21 سبتمبر بأنه من أقصى النساء، لا، عندنا إحنا نموذج عرض مجلس سياسي لأنصار الله. هل بالفعل أنتم مجرد شكل وأقصيتم النساء، ولا الوضع مختلف على ما تقول فاطمة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كنا أيضا من المشاركين مع فاطمة في ثورة 2011، وكان وجود المرأة وجود مؤثر ووجود قوي، ولم تكن مجرد ديكور أو شيء شكلي، بالعكس كان وجودها مؤثر وكلمتها مسموعة، وكانت فعلا صاحبة قرار ووصلت إلى مؤتمر الحوار، وأثبتت أيضا أنها رقم صعب، وكانت سبب من أسباب نجاح مؤتمر الحوار الوطني بشهادة الجميع. في ثورة 21 سبتمبر المرأة أيضا كانت حاضرة وكانت موجودة وبقوة ومشاركة في هذا، ومشاركة في صنع القرار، وليست فقط مجرد رديف أو مساعد للرجل، مجرد شيء شكلي كما قيل في التقرير. لكن البعض للأسف حمل ثورة 21 سبتمبر ما لا تحتمل. في ثورة 21 سبتمبر، الثورة هذا التي يعني جل ما قامت به هي الإطاحة برموز فساد كان الجميع يضج منهم، علي محسن وحميد الأحمر يعني تحديدا كان الجميع يضج منهم ويشتكي منهم. هذا الثورة قامت بإطاحة هذين الرمزين فقط. المرأة كانت مشاركة وصانعة للقرار، وفي المؤتمر الوطني أيضا كانت مشاركة، وضمن اللجنة التي صاغت البيان كانت موجودة أيضا، كانت موجودة وفاعلة. ولو تابعتم الجلسات التي بث بعضها، يعني كانت تبث مباشر، أن النقاط الحاسمة أو النقاط الواضحة كانت تأتي دائما من قبل النساء. فالمرأة باعتراف الجميع وجودها ضرورة، ليس لأنها تريد أن تزاحم، وليس لأنها تريد أن تتدخل كما يقول البعض أو تأخذ شيء ليس لها. بالعكس، نحن كمكون أنصار الله نرى أن وجود المرأة منطلق من مسؤوليتها، لأن الله حمل الرجل والمرأة نفس المسؤوليات، وانطلاقا من هذه المسؤولية نحن موجودين في العمل السياسي. طيب، في المؤتمر، طالما أتيت على المؤتمر الوطني، كانت نورة تقريبا من ضمن المشاركات في المؤتمر الوطني. هذا المؤتمر اللي مش فاطمة وحدها، حتى غير فاطمة قالوا أنه مؤتمر خالي من تاء التأنيث ومن نون النسوة إلا في الشكل فقط. طبعا أنت تعرف أنه شباب 14 يناير خرجوا يوم 14 يناير 2014 بمطالبة بإسقاط الحكومة، استمروا لمدة 7 أشهر في مسيرات، إلا أنهم صوتهم لن يصل أبدا لرئيس الجمهورية، ولم يستوعب الوضع الموجود وفشل حكومة الوفاق، فتغاضى عن صوتهم. كان صوت الرصاص والمدفع أقوى من صوت الشباب في الساحات. فطبعا بعد طبعا ظهور أنصار الله، خروجهم بمسيرة مماثلة تقريبا من شهر، بدأوا من شهر 7 أو شهر 9 بالضبط، انضموا شباب 14 يناير كمكون موجود ضمن ثورة 21 سبتمبر، بحكم أنهم كانوا أول من خرج للمسيرة. طبعا لم يكن انضمام كمكون فكري أو كمكون، لا، كجانب شباب خارجي مع اجتمعوا بنفس الهدف. طبعا بالنسبة للمؤتمر الوطني بالأمس طبعا كنت موجودة، أنا عضو لجنة ثورية عليا وعضوة في لجنة صياغة البيان الختامي. طبعا كان تمثيل المرأة لا يوجد،
لا في اللجنة الرئيسية ولا حتى الحضور كان بذلك المستوى، وحتى في 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 المقاعد، في مقاعد الرجال تم رفض. طبعا رفضوا أنصار الله أنه النساء تجي تكون في المقدمة، يقول لك لا النساء مكانهم مخصص بالوراء بالخلف. احنا نساء خرجنا وعملنا لمدة 13 سنة او 15 سنة، وفي نساء نظلين 120 سنة حتى نصل لمستوى معين. احنا في جانب الرياضة النسوية، في جانب الشرطة النسائية، بكل المجالات. المرأة اليمنية اقتحمت كل المجالات. مش معقول يجي مكون ويرجعك للخلف 20 سنة، هذا شيء مرفوض. طبعا حتى التوصيات اللي خرج بها المؤتمر لم تطرح جانب المرأة تماما. اخلاق تقول عكسي تماما تماما. انا حضرت، انا يمكن سمعت اخلاق امس انتقادي للجنة. اولا اللجنة لا يوجد ممثل فيها للنساء. انا تكلمت باسم المرأة اليمنية وباسم مكون الشباب ورفضت هذا الوضع القائم. قلت اذا كنتوا فعلا جادين اعملوا 30% زي ما خرج مخرج الحوار الوطني، لكن اذا انتوا ناويين ترجعونا 50 سنه للخلف هذا الشيء مرفوض. احنا خرجنا وصلنا لمرحله مستحيل نرجع فيها، نتراجع لا الانصار الله ولا الاخوان، لم نضخ للاخوان حتى ولا نضخ للحوثيين. كان هذا فكرهم. هويدا، انتم الان خارجات ايضا النساء في مظاهرات كثيره تقولوا عنها انها رفض الانقلاب الى غير ذلك من المسميات، يعني ما استفدتم من التجربة الأولى؟ أين هي المرأة الآن؟ فاطمة تشتكي، أخلاق تشتكي، أو نورة تشتكي، مش متخوفات أيضا من أنه يكون القادم؟ أنا من اللي خرجوا ب 11 فبراير. طيب والآن؟ وكنت رئيسة ائتلاف الشباب المستقل بساحة التغيير بصنعاء، والآن أول ما خرج ضد الميليشيات المتواجدة بأمانة العاصمة، وهم قالوا أنهم دافعوا، أنصار الله قالوا دافعوا عن الدولة وابن الدولة ودافعوا عن حق المرأة. الآن نحن نقدم من أنصار الله إنه يعطوا المرأة حقها من النصيب من الاعتداءات زي حق الرجل. بس اللي شفناه من أنصار الله الآن يعتدوا علينا زينا زي الرجال. أنا مثلا يعتدوا علي زي الرجال، بالهزوة رابط على فوق الطقومات، بالألفاظ البديئة، بالاعتداء، بالضرب. هذا اللي يعطونه هو أنصار الله بحق المرأة. أما نحن أعطونه مناصب، أعطونه تحاور تخرج بزراعة. بس أعطوا غيرك، هذا عرض مجلس سياسي أمامك. لأنه من آل البيت. لا مش المنطق هذا، لا المنطق هذا مش شوية فيه. لا بس هو الحقيقة. بصراحة أنا حضرت المؤتمر الوطني أمس بالأمس. إحنا خرجنا بثورة 21 سبتمبر، ثورة لا مذهبية، لا مناطقية، لا طائفية. طيب نورة، خليني أكون صريح. بس فعلا أمس حسيت أن في طائفية. نحن متابعين لك من 2011، خلينا نكون منطقيين. طيب أوكي. طيب الآن أنت تبحثي عن دور، وحتى مع ناقص لا تقولي تكوني عضو مجلس سياسي الأنصار. لا لحظة. وأنت أصلا قيادية في المؤتمر الشعبي العام. إيش تطالبين؟ يعني كله بتاع كله. أكثر حاجة وصلت الوطن لهذه المرحلة أنه تم تصنيف الشعب على هذا عفاشي، هذا حوثي، هذا اخواني، هذا مش عارفه ايش. هذه اللي وصل الوطن لهذه المرحله. انا ب 2011 يمكن اكثر شيء ضرني بعد 2011، انا اقصيت من عملي بسبب اني قيل عني عفاشيه، تمام؟ وانا عضو في المؤتمر وافتخر بهذا الحزب الذي له طائفي والذي هو مظلل كل الاحزاب. ب 2014 فعلا حتى الرئيس صنفني عفاش. اول ما خرجت انا خرجت رفضا للاغتيالات الموجوده، 727 قائد عسكري ومدني وامني قتلوا ببساطه، تفجير الانابيب النفط، ضرب الابراج الكهرباء، وضع امني سيء جدا. ايش البديل؟ نخرج، لابد ان نخرج. اكثر شيء قمعت ليش؟ لان انا عفاش، محسوب اني عفاشيه وعفاش ورايا عفاش. اذا كان يريد عفاش ان ينقلب، لن ينقلب بنور الجرويه ولا بشويه شباب 100 نفر 200 نفر في الشارع. طيب. عفاش اذا ينقلب يمتلك المعسكرات ويمتلك الى اخر من الاشياء، لكن هذا ضميرنا. لنا زميلتين قتلن في العرضي بدم بارد. طبعا معروف هذا كله. أوكي. طيب خليني اسمع. ما كان البديل ان احنا نخرج. خرجنا مره ومرتين وعشر، قمعنا واقصينا واستبعدنا، ولدرجه انه رفض منعي من دخول اي منشاه رياضيه وشبابيه. ليش؟ لانه احنا محسوبين على عفاش ان احنا خرجنا. احنا لم ندافع هذا فيما قبل 21 سبتمبر. صح. دافعنا عن الامن واستقرار. لانه اسقاط الرئيس اسقاط للدوله، واليوم احنا بنقولها كمان، اسقاط الرئيس هو اسقاط للدوله، واللي بيحصل كمان غلط. احنا موجودين معهم. احنا انا الان ايوه هذه النقطه انا سعود لها. سعود لها هذه النقطه بالتحديد. انتقدت كثيره يا اخلاق حتى من حلفائكم. ليش؟ طيب أنا أجد نفسي الآن كأنه يجب أن أرد، وهذا الوضع لم يكن الشكل الذي قلته لي. لكن التوضيح مثلا أنه لن أنكر أنه هناك نوع من الأخطاء التي تحدث في بعض الأماكن وفي الساحات، لكن أن يحمل الخطأ هذا لطرف واحد أمر غير منصف. الشباب الذين كما قالت اعتدوا أو ضربوا أو كذا قاموا بها كما قالوا كردة فعل.
لأنهم ردت فعل لأنهم كما قالوا هم الشباب أو كما أثبت في محاضر أو في قسم الشرطة أنهم تعرضوا هم أيضا للسب والشتم فقاموا سب والشتم. هنا لازم لو سمحتي أنا بعطيك الوقت كله بس هنا لازم استوقفك. أنت عضو مجلس سياسي الأنصار الله عبد الملك العجري عضو مجلس سياسي الأنصار الله قال لي في نفس القناة في النشرة قال بأنه الوضع حساس ولا يحتمل المظاهرات ولا غيره, يعني هناك توجه منكم لمنع هذه المظاهرات. عفوا الوضع لم تقمع هذه المظاهرات لأن الوضع حساس. الذي حدث أنه حصلت نوع من المشادات والاشتباكات بين مجموعة من الشباب أخذوا كله بجملتهم, ومحاضر أقسام الشرطة تثبت ذلك. لن أطيل في هذا الأمر. الكلام الذي قيل في الإعلام كلام لا يخلو من المبالغة والتهويل والتضخيم وكل ما يمكن أن تقال من مرادفات لهذه الكلمة. الوضع فعلا حساس, لكن من حق الجميع أن يخرج وأن يقول رأيه وأن يظاهر بسلمية كما عبرنا في 2011 وكما لازلنا نعبر إلى الآن, ونرفض أن نقمع ونرفض أن يمنع هذا الصوت ونرفض أن يستخدم ضدنا العنف. وفي المقابل نحن نلتزم بأن لا نمارس العنف ضد أحد لا يمارس العنف علينا. هذا شيء. في المؤتمر الوطني كانت المرأة مشاركة, إن كانت نورة لم تلحظ أنه كثير من الأسماء مع احترامي يعني لكل الطوائف ليست هاشمية, كان هناك الكثير من الأسماء لم تكن الانتماء حتى لأنصار الله. كان بعض الممثلين منهم نعم من أنصار الله لكن الأغلبية لا, لم يكونوا من المكون. ليس الغرض من ذلك أن ندخل هذه الأسماء بغرض استغلالها أو شيء من هذا القبيل, لا بالعكس. المجال كان مفتوح, الدعوة وجهها السيد عبد الملك الحوثي للجميع, لم تخصص لم تحدد لأطراف. من أراد الحضور لم يمنع, هذا ما أستطيع تأكيده أنه لم يمنع أحد من المشاركة. من أراد كان المجال مفتوح أمامه. فاطمة, صوت مسؤول من عضو مجلس سياسي يقول لك تظاهروا براحتكم, عبروا عن آرائكم طالما التزمتم بالسلمية وعدم الاستفزاز. إذن لماذا هذه الحملة كلها؟ أنصار الله قمعونا, أنصار الله توجهوا إلينا, أنصار الله منعونا. أولا هناك تناقض بين ما يقال وبين ما يطبق على أرض الواقع. للأسف الشديد هناك مجموعة من الشباب يخرجون لا يحملون السلاح, لا يحملون السلاح الأبيض, لا يحملون العصي. للأسف عندما الشباب يخرجون توجد هناك سيارات للعسكر مسلحين وأيضا مدنيين. حينما نعلن عن أي مسيرة تكون موجودة عن أي مكان للتجمع نجدهم سبقون في هذا المكان محملين بالسلاح الأبيض, محملين بالعصي. وأيضا هناك في من ينتظر من يتوزعون في بقية المنافذ المتواجدة في ساحة التغيير. الشباب لم يعتدوا على أحد. الشباب كلما يملكوه شعارات وإيمان قوي بأهداف خرجوا من إيمان قوي بأهداف خرجوا من أجلها. خرجوا ضد الانقلاب الحادث, خرجوا ضد الانتهاكات الحاصلة, خرجوا ضد الميليشيات المسلحة التي تفرض كل شيء بقوة السلاح. ورغم ذلك لم يحملوا أي سلاح, بل العكس, هناك من يقوم بملاحقتهم والاعتداء عليهم بالضرب, وهناك من تعرض للطعن, وهناك من يتم اختطافهم واعتقالهم في أقسام الشرطة. في المقابل نشرت صور يا هويدة, نشرت صور بأنه شباب متظاهرين هم من اعتدوا على الجانب الآخر, رجال شعبية وغيرها. نحن خرجنا المسيرة اللي قبل اللي اعتدوا عليه اللي اختطفوا في بني نسوان, أجابوا شباب قبلهم جاءوا دخلوا لبينهم منهم كانوا واقفين مسيرة مضادة, دخلوا لبين الشباب اللي كنا نحن هون وبدأوا بهتافات استفزازية, هتافات طائفية. نحن نكلمهم نقولهم نحن ليش أنتوا هتافاتكم مش استفزازية ولا طائفية؟ أبدا, نحن نقول سلمية دولة مدنية. تأخذوا صور تدعسوها تمزقوها. ما أخذناش. الشيء الوحيد اللي حصل مني بعد ما أخذوا مني الحجاب أخذت الشعار منه, هزرت الشعار منه, قلت له الموت لأمريكا تأخذ حجاب من مسلمة. أمريكا ما بتعملهاش, لو أنا عندهم ولابس الحجاب ما بيعملوهاش. دعست شعار حق أمريكا, قلت له أمريكا ما بتعملش هذا, دعست الشعار أخذوني.
الاعتداء الوحيد اللي حصل وانا اعترف به حصل مني شخصيا، اما الشباب البقيه لو هم فعلا كذا هم حاسسين بانفسهم وهم ابرياء ما يعتدوش ولا شيء، ليش يقمعوا الصحفيين والمصورين؟ وخلص وثق وتوثق بتظهر كل الحقيقه. طيب خلينا نسال المصور الموثقين يظهروا الحقيقه، تظهر من الكذاب نحن او هم يعني. خلينا نسال نورا، خلينا نسال نورا. ونورا ببدايه 2011 لمع اسم نورا وكان معها حركه تقول بانها بغض النظر عن موضوع الفاشيه وغيرها، لا انا اقصد عن الحركه 14 يناير بانكم انتم ستكونون مع صوت الثوره ايا كان توجهها وانتم ستحتوون الكل. خليني اسالك بوضوح الان، طالما كل هذه الشكاوي هل ندمتم انكم يوما من الايام انضممتم الى مظاهرات ما قبل 21 سبتمبر؟ وهل ستغيرون نظرتكم الان؟ وماذا عن ما يحصل للشباب الموجودين سواء كان لهم او عليهم؟ اوكي. طبعا بالنسبه لنا احنا كما انت عارف انه خرجنا قبل انصار الله الساحات، لكن انك ما تمتلكش المال ولا تمتلك السلاح ولا تمتلك الاعلام اكيد انك ما حتكونش ناجح. كنت تخرجوا من كل القنوات ايش خرجوا ناقص. كان معي قناه اليمن اليوم وقناه اليمن اليوم طيب. اوكي. المهم انه انصار الله خرجوا بقوه وخرجوا بقوه السلاح، لا ننكر هذا الشيء. احنا خرجنا يوم 11 يونيو وثوره التواير اللي سموها ثوره التواير، واسقطنا افسد خمسه وزراء اللي هم صخره الوجيه والعمراني والقحطان ووزير النفط ووزير الكهرباء. يعني عملنا شيء وحاولنا ان احنا نوصل صوتنا للرئيس الجمهوري. انا شخصيا حاولت اني اتواصل برئيس الجمهوري، رجاء يا رئيس الجمهوري استجيب لمطالب الناس. زادت الحكومه طين بله وزادت الجرعه، ما سهل الناس لما دفعوا للحوثيين لم يندفعوا لهم لمذهب. وانا اقول للحوثيين انا موجوده في اللجنه الثوريه العليا وموجوده بقوه، واوقات بيظنوا ايش يتهموني امس انت عفاشي عفاش. ليش نستمر بنفس هذه لما يجي احد ينتقد ولا يقول لك لا؟ فعلا امس كان في اعلاميين منعوا من الدخول وهذا مرفوض. حريه احنا ليش خرجنا؟ انا رئيسه لجنه رياضه المراه باللجنه الاولمبيه، ادعو لحريه المراه وحريه الراي والراي الاخر. اذا انا كنوره حسمح انه انصار الله يعتدوا على الشباب في الساحات ويجمعوهم ويمارسوا ويعتدوا على الصحفيين، اذا انا ما خرجت الفورة. طيب انت الان شوفي لحظه عشان اعرف الان اخلاق تقول لك لا ما اعتدوا. لا شوف اقول لك حاجه، وهم يقولوا اعتدوا عليهم، انت اكيد موجوده وشاهده. ايش اللي ايش 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 اقول لك ايش اللي بيحصل بالضبط؟ طبعا الحوثيين كانوا ماشيين صح وزي ما قالتهم اسقطوا قوى فساد كانت من الصعب اسقاطها. علي محسن الاحمر وحميد الاحمر سقوطهم يعتبر انجاز للحوثيين، بس كيف انت تستمر بنفس الانجاز؟ كيف الشارع لم يخلق للوصول للسلطه ولكن للتعبير عن الرأي. احنا لما خرجنا كشباب 14 يناير انا قصيت من عملي وفصلت من عملي، وقفت مستحقاتي الى دعوة انه ان علي عبد الله صالح بيدفع بي للانقلاب على عبد ربه منصور، هذا كانت اتهامات عبد ربه منصور لي، وطبعا هذا الكلام غير صحيح. خرجت اقصيت اليوم انا اقول لانصار الله، طبعا انا اشتبههم معهم في اللجنه الثوريه العليا لما يقول مثلا المراه، موضوع المراه هذا نعرف احنا كنساء دافعنا عن حقوق المراه لمده انا 15 سنه او 13 سنه وغيري 20 سنه، انه الحوثيين اذا استمروا باسلوبهم لن تكون معنا أي حقوق. يعني المراه مش شيء مهم بالنسبه لهم، ليست بالشيء المهم، بدليل انه تمثيلها في المؤتمر الوطني الموسع لم يكن موجود وبشكل قوي، كنا ثلاث موجودات في لجنه صياغه الدستور، لم تاخذ مقترحاتنا بعين الاعتبار، الصحفيين ايضا تصنيف. طيب ايش موقفكم ايش موقفكم من اللي حاصل الان؟ موقفنا طبعا احنا مظاهرات مضاده، لا ولا مظاهرة مضاهدة ولا شيء. احنا امس خرجنا برؤيه من المؤتمر الوطني للموسع على الاحزاب انهم يتحملوا مسؤولياتهم، الاحزاب السياسيه ومعاه مكون انصار الله، مكون انصار الله انا اقول لك يعني في ايجابيات وفي سلبيات، ساقول لك انه اذا كان الاصلاح وصل على ظهور الشباب في 2011 للسلطه، وانصار الله ايضا وصلوا للسلطه ولكن بدماء فلذات اكبادهم، بعكس الاصلاح اللي استغل الشباب الثاني وضحى به ليصل للسلطه. لهم ايجابيات وجودهم، انا كنت مشجعه وجودهم بالبدايه بعد 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 اللي حصل بعد اللي حصل بالفرقه الاولى مدرع وعمره. ليش؟ لاني كنت اخشى من الاصلاح، اخشى من الاخوان المسلمين انهم يعملوا ما توصلين يا نوره ما توصلين للان، انت تقولي كنت معهم الان اسمعني الان انا موجوده في اللجنه الثوريه العليا، انهم مقتنعين بوجهه نظري انا كنوره لصالح وطن، انا لم اخرج لمذهبيه ولا الطائفيه ولا المناطقيه ولا الحزبيه. حزبي تركته وخرجت، انهم هم ماشيين خطى وطن احنا معهم.
ما لمفهم يوصلونا يستبعدونا. احنا صوتنا عالي وامس بالامس كان صوتي عالي جدا وقلت لهم مرفوض انك تجمع حريات الناس، مرفوض انك تمارس على الشباب نفس اللي يكون يمارس. ايش استفدنا؟ ايش الثوره؟ الثوره اخلاق، ان لم تمتلك الاخلاق فلا ثوره لك. يا اخلاق، على ذكر الاخلاق، اخلاق اللي حاصل بعيدا عن موضوع الجدال، هل انتم من بداتم ولا هم من بداوا؟ فكرة المظاهرات والمظاهرات المضادة عندما تخرج، أنتم عارفين أن الشباب اليوم خارجين داعين لمظاهرة، وتقوم وتدعو أصحابكم للخروج بنفس المظاهرة، ليش؟ للاحتكاك ولإيجاد مشاكل. فكرة المظاهرات والمظاهرات المضادة، كنتم يوما ما تسخرون من السلطة في 2011 أنه تعمل هذا العمل، واليوم تمارسون نفس الوضعية، ليش؟ أنت تقولها الظاهرات والمظاهرات المضادة، لكنها في الواقع ليست هكذا. في البداية مع احترامي لكل ما طرح، لكن أعتقد أنه من يشاهد أو من يتابع ليس بغبي. مثلاً أنه الصور التي تداولها بعض الناشطين اللي شاركوا في المظاهرات كانت بفخر بعنجهية، أنهم قاموا بضرب البعض، أنهم قاموا بشتم البعض، أنهم قاموا بتمزيق بعض الزينة التي أقامها بعض الأشخاص لاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، مزقوا بعض لوحات الشوارع، أحرقوا الصور ونشروها في صفحاتهم هم. لم ينسبها إليهم أحد ولم يفتري عليهم أحد. في المقابل أتساءل لماذا لم تلتقط صور من قاموا بالاعتداء عليهم، بينما أخذت بعض الصور قد تكون بعيدة كل البعد عن الأصحاب. أنا بذكر لك صورة. أنا بذكر لك صورة أمام جامعة صنعاء مثلاً. عفواً. أتمها. يا سعد، بس أنا ما جاوب على سؤالني لأنه هم طارحين عصابات معينة. لا عفواً. يلقطوا أصحاب التليفونات، أصحاب الكاميرات، طلعوا إحصائيات على القنوات الإعلامية. الصور الذي نشروها هم في مواقعهم وبتليفوناتهم وبكاميراتهم وتفاخروا بها وفرحوا بها وكانت الألفاظ مشينة. وأنا نقطة ثانية، الاعتداء أيا كان، الاعتداء مرفوض والإساءة إلى الآخر مرفوضة. يفترض أنه كل من شاركنا سابقا في ثورة 2011 وما بعدها، ومن حلمنا بوطن أو بدولة مدنية، من كانت لنا رؤية لمستقبل مشرق، أن نحاول قدر الإمكان أن نجتمع، لا أن نتفرق، لا أن نصدق ما يحاول البعض أن ننجر إليه. الوضع الآن فعلا يعني وضع حساس. المظاهرات التي تخرج ليست كمظاهرات مضادة أبدا، تخرج بعناوين واضحة. لكن ليش يتم اختيار نفس المكان؟ مثلا الشباب أعلنوا أمام جامعة صنعاء، إلا لا لا لا، أعلنوا قبل كم يوم، أعلنوا أمام جامعة صنعاء، أماكن نحن متواجدين فيها من 2011، لم نتركها حتى وإن رفعنا منها مؤخرا، لكن مظاهراتنا ومسيراتنا لا تزال مستمرة فيها وفي شارع المطار وفي غيرها. لماذا يعني يحدد الوضع على أساس أنه تم اختيار هذا المكان لأنه الجهة المدنية؟ لا لا لا، مش الآن بتردي، خلينا برد بعد الفاصل، خلينا مضطرين نذهب لفاصل، لكن قبل الفاصل نعود لموضوع مشاركة المرأة وخروجها بقراءة مجموعة من المشاركات التي وردت في صفحتنا على الفيسبوك. المشاركة الأولى كانت من محمد القمدي: الدور النسائي في الفترة الأخيرة من بعد 2011 تراجع إلى الأسوأ كدور الشباب، وأصبح خروجهم انتزاع ما يملكون من الحقوق. أمين السبل: العادات والتقاليد اليمنية هي التي وقفت حجر عثرة أمام المرأة اليمنية وحرمتها من كافة حقوقها، والأمية والجهل هي الأسباب التي جعلت اليمنيين متمسكين بكافة العادات والتقاليد اليمنية إلى يومنا هذا. أما فوزي حزام فيقول: أثبتت المرأة إنها قادرة وبقوة على السياسة، وذلك مما وجدناه من دور الأستاذة نادية السقاف، الأستاذة حورية مشهورة، وتوكل كرمان، وأروى عثمان. أميرة الهاشمي: تقييمي للدور النسائي منذ العام 2011 من ضمنهم اللي في الساحات، للأسف إمعات لقادة أحزابهم يختفين ويظهرنا حسب الحاجة للحزب نفسه. عوض أحمد: من يعجز عن إعطاء الوطن حقوقه لا يستطيع أن يعطي المرأة حقها، شياطين السلطة بين قوسين. أما هيثم يقول: حقوق إيش يا عم؟ حقوقها قد شرعها الكتاب والسنة بلا كلام فاضي. أعتقد هذه المشاركة بالتحديد تحتاج إلى وقوف أمامه،
كفيلها الشرع، ومن اعترض أصلا على الشرع؟ الكل يطالب بأن تطبق، أن يطبق الشرع، وأن تعطى المرأة حقوقها وفقا لهذا الشرع. فموضوع أنه كله دفع بالشرع وكأنه الشرع جاء لحرمان المرأة أعتقد يحتاج إلى إعادة نظر. فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أنتم تتابعون قضاياكم، لازلنا معكم في هذه الحلقة التي خصصناها عن وضع النساء، مشاركتهن سواء في الأحداث السياسية أو في الثورات منذ 2011 حتى الآن، ما الذي تحقق للمرأة. وأيضا الآن في الجزء هذا نخصص رؤية المرأة للحل لما هو حاصل الآن. سامية الأغبري، ما يحصل الآن تعتقد أنه يؤسس لشراكة فاطمة يؤسس لشراكة، طبعا الكل يتحدث عن موضوع شراكة، تعتقد أنه يؤسس لشراكة أم لا؟ أولا وجهة نظري ما أراه لا توجد هناك أي شراكة، هناك للأسف انفصال تام، أحزاب اللقاء المشترك في جهة وجماعة أنصار الله في جهة أخرى، وجميعهم ينادون بالشراكة ومع الأسف الشديد، وبنفس الوقت جماعة أنصار الله لا تتقبل الآخر، تقصي الآخر، تحب أن تفرض ما تريد. كيف تقصي الآخر وهي تتحاور معهم في موفنبيك ويدعون للقاء معهم في المؤتمر الوطني وغيره؟ للأسف الشديد أنا قلت في تناقض بين ما يقولون ويفعلون، متواجدون هناك ولكن بنفس الوقت تواجدهم ليس ذلك، هناك حتى في تواجدهم في موفنبيك وحوارهم مع البقية هناك لديهم شروط ويرفضون أشياء كثيرة، هم يرفضون سحب الميليشيات المسلحة، هم يرفضون رفع الإقامة الجبرية على عبد ربه ورئيس الوزراء وبقية الوزراء، هم يرفضون كل ذلك ويطالبون أيضا بأن يدمج في الجيش ما يقارب 20,000 من اللجان الشعبية. إيش المشكلة؟ من حقهم توظفوا؟ من حقهم، أنا لا أنكر ذلك، من حقهم، هم كمواطن يمني من حقهم، ولكن هناك شيء اسمه شراكة، هناك شيء اسمه شراكة، كيف تطلب أن يدمج هذا العدد بكل، وهناك أولا يجب في هناك ازدواج وظيفي، يجب التخلص من هذا الشيء. ثاني شيء هناك في مجموعة يجب أن يحالوا إلى التقاعد، فيما بعد يتوافقون كم هي النسب التي يفترض أن تكون متواجدة في الأمن، ليس فرض 20,000 يتعاملون وكأنه 20 يتعاملون وكأن الكل يجب أن يسيروا كما يريدونهم 20,000 ولا غير ذلك. أنا أسأل نورة باعتبارك قريبة من الكل، كما قلتي كل واحد يتهمك على الآخر، بس أتمنى الإيجاز في ذلك. وطالما أنك حضرتي بالأمس، هناك إشكالية حقيقية فيما يتعلق بسحب اللجان الشعبية سواء من صنعاء وغيرها من المدن، أيضا موضوع الدمج الذي تحدثت عنه، هل الدولة الموازنة العامة تستوعب الآن أم لا تستوعب، غيرها من المشاكل. إيش الرؤية التي أنتم قدمتموها في المؤتمر؟ أنا أتكلم عنك وعن مكونك كحركة إنقاذ. طبعا إحنا كنا في البداية مع الشرعية الدستورية، بحكم أن رئيس الجمهورية قدم استقالته للبرلمان، كان مفترض أنه البرلمان يقوم بواجبه وبدوره ويبت في الموضوع، إما يعقد جلسة طارئة أو يقدم حتى بيان يظهر فيه ما هو المستجد، يظهر للشارع إيش اللي حصل بالضبط. البرلمان طبعا إلى اليوم 12 يوم لم يقم بأي اجتماع، لا بجلسة طارئة ولم يصدر بيان رسمي عنه، وهذا يعتبر يعطي الحق لأنصار الله أنهم يقوموا باللي قاموا فيه بالأمس. مؤتمر وطني حدث 3 أيام للقوى السياسية، إما تتخذ تشكل المجلس الرئاسي اللي طرحه أنصار الله يبقى من 5 إلى 7 أشخاص. طبعا كان مقترحنا أنه مؤتمر مشترك وأنصار الله وحرك جنوبي ورئيس الجمهورية، بالإضافة أنه المرأة ضروري تكون موجودة. طبعا كانت هذه النقطة من النقاط اللي طرحتها أنا وقوة، سواء كان في مجلس رئاسي سواء كان في أي شيء ضروري. ماذا عن رؤيتكم عن طبعا حوار موفنبيك؟ طبعا احنا عملنا مقترحين، اقترحنا عبر مجلس النواب، والمجلس النواب لم يقوم بدوره، أو مجلس رئاسي بس بتتابع بكل القوى، كل موضوع المجلس الرئاسي، موضوع المجلس الرئاسي بحث بقوة أو في أنا أقول لك حاجة، أنا بالنسبة لي والله جد من أول ما بدأوا أنصار الله، يعني بصراحة يعني أنه رئيس جمهورية ينتهك بهذاك الشكل قد يكون داخلنا، يعني تغيرت النظرة، يعني أنت تعتقل رئيس الجمهورية وتعتقل الوزراء اليوم،
غدا انا ممكن يعتقلني، ايش فايده ادخل بحكومه وانا عارفه انه ممكن اعتقل او ممكن اقتل او ممكن اتعرض في اساليب غير مسؤوله، مش عارفه من بيديرها بالضبط. اساليب بتنقص من هيبه الدوله، اين الدوله؟ كان كمان الاجراءات زي ما قلت انا خاطبتهم حتى احمد بن مبارك اعتقاله، حتى لو في مبررات انا كنت ضد مخرجات الحوار الوطني، لكن ايضا انا اذا كان في ناس مع الاقاليم لابد ان يحصل استفتاء. لا يستطيع، لا القوة تستطيع أن تفرض شيء، مستحيل. صوت الحق أقوى من صوت القوة وأقوى من صوت الرصاص. أخلاق أنتم مستوعبين أنه الصوت الرافض، الصوت الذي كان موالي وأصبح يعلو ويرتفع أكثر الآن، الآن الناس يطالبوكم بالخروج من صنعاء، خروج اللجان الشعبية وتسليمها للجيش الأمن، الناس يطالبوكم بأن يكون هناك شراكة حقيقية، الناس يطالبوكم كما تقول بإنهاء الحصار على الرئيس وغيره. ليش ما يتم سماع هذا الصوت؟ قبل أن يطالبونا بهذا الشيء، نحن من عرضنا، نحن من كانت هذا سياستنا، وحتى وإن قال البعض أن هذا يظهر في غير أو أن مواقفنا لا تدل على ما نقوله، لا. السيد في يوم الثورة في 21 سبتمبر أهدى هذا الإنجاز الذي قامت به اللجان الشعبية للشعب كله، ومد يد الشراكة وجدد في كل خطاباته الدعوة للشراكة. بالنسبة لنا في حواراتنا نفس الكلام الذي نقوله للشارع هو نفسه الذي يدور في الجلسات الحوارية وفي الموفنبيك وفي غيره. لو كنتم أيضا مطلعين، الأستاذ صالح الصماد هو الوحيد الذي طالب ببث الجلسات التي تعقد الآن في الموفنبيك حتى يطلع الشعب، لأنه من حقه أن يشاهد ما الذي يدور. طالب بهذا الشيء، الكثير من المطالب نقولها ونفعلها. الأخطاء الفردية وتهويلها وتعميمها طيب، عشان احنا بنهاية الحلقة لو سمحتي، عشان احنا بالجزء الاخير من الحلقة انا بعطيك الوقت انا بس عشان انه نخرج باشياء عملية. نعم. ونقاط محددة، ما نسهب بالكلام. مستعدون للانسحاب من صنعاء اللجان الشعبية، تسليم للجيش والأمن؟ القرار قرار اللجان الثورية في هذا الشيء، هذا أولا. ايش اللجان تبع من هي أصلا؟ تبع الجميع، ليست لأنصار الله فقط، هذا واحد. الشيء الثاني أنه وجود اللجان الشعبية من ينكره إنسان غير منصف، لأنه لولا وجودها في ظل ارتفاع كل وسائل أو كل الأمن والجيش وفي تلك الفترة، فترة سقوط. طيب الآن الجيش والأمن، الآن لم يتغير، لم نخطو خطوات للأمام، ولا يعني ستبقى التي وجهت عشان نسيب هذه المسألة، ليس قراري أنا وحدي وليس قرار شخص بعينه. المسألة أن اللجان الثورية مكونة من كل القوى التي شاركت في ثورة سبتمبر، ولذلك القرار قرار جماعي ليس قرار فرد في بقائها أو رفعها. هويدا، قرار جماعي دليل على أنهم مشاركين الشعب، مش لوحدهم. مع كل من شارك معهم في الثورة وليس مكون أنصار الله فقط. إحنا من ضمن المكونات الثورة اللي كنا ب 11 فبراير معهم. لا 21 سبتمبر. 21 سبتمبر إيش من شارك عملوها؟ دخلوا لبيت رئيس الجمهورية، انقلبوا على رئيس الجمهورية، اعتقلوا نائب رئيس الجمهورية، اعتقلوا الرئيس نائب جميع رؤساء الوزارات، رئيس الحكومة، يعني كلهم محاصرين في بيوتهم، والآن الدولة كلها بيدهم، استولوا على سلاح الدولة كلها بيدهم، ما فيش ولا حد، معهم يتحاوروا مع أنفسهم. نحن الشباب المفروض أن نحن الأولوية بالحوار معنا، نحن نرفض الحوار الآن بدائرة مغلقة مع موفنبيك، نشتي حوار مفتوح ودورة التسع دولة التسع الجميع. على ذكر الحوار، فاطمة كيف تقيمي أنت الحوار الحاصل الآن مع برعاية الأمين العام للأمم، سكرتير الأمين أو مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، مع القوى والأحزاب السياسية، كيف تقيمي الحوار وهذه الأحزاب المنخرطة في الحوار؟ طبعا من وجهة نظري أعتقد أن الحوار للأسف الشديد حوار عبثي، لأن هناك قوى متعصبة، كل مجموعة تريد رأي أن تمشي أن تسير رأيها. لديك
المؤتمر لديه رأي، الأنصار الله لديه رأي، اللقاء المشترك لديه رأي. ما هو طبيعة الحوار كذا فاطمة؟ لو مو كل واحد عنده رأي، إيش فائدة الحوار؟ إيش اللي وصلنا له؟ هناك تعصب وعدم تقبل برأي الآخر، ما فيش، لا توجد هناك أي تنازلات، كل واحد متمسك بالآلية. الآلية مهيئة، الأرضية مهيئة لآلية حوار حقيقية. حوار عن أي حوار نتحدث نحن وفي ظل سقوط عاصمة، في ظل وجود عدد من القيادة تحت الإقامة الجبرية، في ظل حكم السلاح، عن أي حوار نتحدث؟ نورة، طبعا بالنسبة لي أنا أقول إنه اللي وصلنا لهذا الوضع هم الأخوان المسلمين في اليمن، تجمع اليمن إصلاح ما جاء، وكمان ما قامت به سياستهم الغلط، الغباء السياسي هو اللي وصلنا لهذا الوضع. الناس التفت حول الحوثيين ليس للاندفاع مذهبي أو طائفي أو إلى آخره، ولكن التفت حول الحوثيين لأنه في مطالب مشروعة، ولأنه الأخوان المسلمين رفعوا الجرعة، والرئيس كمان أيضا تصرف بغباء سياسي، هو بيجني ما صنعت يده هو اليوم. لكن احنا مع السلم، في سلم مشاركة حقيقية ناويين لها أنصار الله، نحن معهم حقيقية، وجود للمرأة حقيقي نسبة 30% مع كل المكونات. لا يستطيع الحوثي أن يبني دولة واحدة، لا تستطيع قوة السلاح أن تبني دولة، صوت الحق أقوى من صوت الرصاص، هذا اللي احنا بنقوله. أتمنى من الأخوة الحوثيين أنجزتوا إنجاز كبير، حافظوا على أنفسكم أمام الناس، لا تسقطوا صورتكم أمام الناس، العنف لا يصنع إلا عنف، طمع الشباب لا يصنع إلا قمع وخروج. إحنا تعاطفنا مع الشباب أكثر شيء لأنه إحنا قمعنا وأقصينا إلى آخره، من الغلط أن إحنا لا نكف مع هؤلاء الشباب. أتمنى أن أنصار الله يراجعوا سياستهم، يطرحوا أشخاص عند محل الثقة يتحاوروا، ما يقول لك 3 أيام، أنا أمس يعني قلت كان خلاص يبت أمس أنه يفوض، لا، عملنا 3 أيام. لا بد أن القوى السياسية أيضا تجتمع هي وأنصار الله على طاولة الحوار، يتحاوروا قبل أن يتقاتلوا. حتى 3 أيام المفروض أنه ما تعطى. حتى 3 أيام كان فيها نوعا ما، بس لا بد أن يتحل المسألة. إحنا الآن بدون رئيس، يجلس 3 أطراف، إما يعني يتخذوا قرار نهائي إنه لحل الأزمة الموجودة في البلد. أنصار الله يتنازل ويقدموا تنازلات، ويعرفوا أن الناس ناصروهم ليس حبا فيهم، ولكن لأنهم خرجوا بمطالب شعبية وبدي نقلبوا عليهم الناس في يوم ما. على ذكر 3 أيام أخلاق المؤتمر، قال بأنه فوض اللجنة الثورية وقيادة الثورة بحل الوضع، يعني أنه قد تذهبون منفردين إلى الحل. هل أنصار الله وحلفائهم في 21 سبتمبر قادرون بالذهاب منفردين لحل الوضع في ظل ارتفاع الصوت الموجود الآن في الساحة، وفي ظل أيضا ما ذكره اليوم علي العماد عضو المجلس السياسي بأنه القوى الدولية كلها تهدد وتقول لابد من الذهاب إلى المجلس النيابي أو الدستور ما قبل 2011 وغير ذلك؟ هل أنتم قادرون ولا ما الحل أمامكم، الخيارات المتاحة؟ أولا الكلمة لا زالت كلمة القوى السياسية المتحاورة في موزمبيق إلى الآن، حتى نهاية المهلة التي أعطاها لهم المؤتمر الوطني الموسع، لا توجد أمامنا إلا سيناريوهات. ما الذي أمامنا هي مجموعة من السيناريوهات، كيف ستمشي مجلس رئاسي، هل عسكري، هل مدني، هل رئاسة مجلس منفردين لا 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 هذه ليست لا لا في حل عفوا أنا بصدق أنا أكلمك بصدق أخلاق، إنه أكلمك من منطق إنه الناس إشتوا يعرفوا منكم أنتوا إيش اللي تفكروا فيه بالتحديد. في حال أنت قلت إنه العصا الآن الكرة في ملعب الموزمبيق والمتحاورين في الموزمبيق بشرط ألا يتجاوزوا 3 أيام التي أعطيت، الآن ما في إلا يومين من 3 أيام، طيب خياراتكم؟ خيارات كثيرة تم تدارس بعضها في المؤتمر، وهي التي حدثتك عنها، مجلس رئاسي وكذا، وبعضها يتم تدارسها حاليا في الموزمبيق، لكن في ظل إصرار بعض القوى على يعني كلا على رأيه، كل رأي كل طرف يصر على رأيه، فالخيارات كثيرة جدا. وما هي بالضبط، ماذا ستكون بالضبط، لا أستطيع أنا أن أحدد ولا أستطيع أن أجزم، هي مجرد سيناريوهات، ما أعلم أنا مجرد. لكن قادرين أنكم تذهبون منفردين؟ لن نذهب منفردين، ما أستطيع تأكيده أن لن نذهب منفردين. مع قوة مؤثرة؟ ستذهبوا مع قوة مؤثرة؟ قوة مؤثرة وقوة فاعلة، وسيكون شيء يرضي من في الشارع. سلاح لا طيب على ذكر قوة السلاح يا هويدا، إذا عشان نكون منصفين برضو، ما تحدثي عن قوة السلاح، الجماعة وصلوا ويستطيعون دخول أي مكان خاصة هنا في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن طبعا، لأنه كما تقولي، لكن ومع ذلك يدعوكم تعالوا تحاوروا، تعالوا جلسوا معنا، دليل أن هناك نية
انه كلام يا استاذ السلام. كيف كلام هل اختبرتم ايش اللي تخليكم تقولوا كلام؟ جربوا. طيب كل شيء مجرب. انت شخصيا انت وكل المكونات الموجوده في الشارع الان تحاورتم جلستم معهم يوما ولا خلاص حكمتم عليهم وماشيين على الحكم؟ مش نحن حكمنا كذا عشوائي، في حاجات احيانا يعني تخليك تشوف مثلا نحن خرجنا خروج مسيرات سلميه، ليش يقمعون؟ نحن هنا نقول نحن خلونا نعبر عن رايي. طيب يقول لك الوضع حساس، لا تخرجي، تعالوا تحاوروا معي. الصورت ليش عن الذي اعتدى؟ ما قال لا نرجع لهذه يا اخلاق، نرجع لهذه اذا ما عدنا لهذا الموضوع يا اخلاق. برضو نحن نتحدث عن كثير من المصورين تم احتجازهم وبعدين فرج عنهم وباعتراف كاميراتهم يعني في بعض الشباب هذا شيء ثاني، ومستهدفين كانوا بشكل اساسي مصورين. في بعض المصورين للان حقهم الكاميرات محتجزه، في بعض المصورين الكاميرات حقهم للان محتجزه، تلفونات بعض الشباب محتجزه، التلفونات نيجي بلف تلفونات من الزملاء اللي خرجني هون 11 واحد منهم تلفوناتهم كلهم مكسورين، يعني يتعمد يشتري تلفون ب 60,000 يكسره يروح يكسره، ليش بيكسر تلفون؟ طيب خلينا الان في نهايه الحلقه اسال أبدأ معكم جميعا، إذا كانت الخيارات بالنسبة لهم بالنسبة للقوى السياسية تشكيل مجلس رئاسي أو العودة إلى مجلس النواب، أنتم كشباب كنساء الخيارات المتاحة أمامكم؟ الشارع، الخروج للشارع والضغط. من جديد؟ من جديد. وإيش تعملوا؟ طيب لحظة معروف أنه الشارع لا يمكن أن يتحرك، لا يمكن يا نورة لا يمكن أن يتحرك الشارع إلا وفق مظلة سياسية من قوى سياسية معينة قوية. تقريبا كل القوى السياسية في اليمن جربت في الحكم ابتداء من المؤتمر المشترك الآن أنصار الله. الشارع مع من؟ القوى السياسية، أنت تتكلم الآن عن القوى السياسية، لا تنسى بأن القوى السياسية هذه مجموعة من الأحزاب، الأحزاب هذه فيها قواعد، القواعد هذه رفضة للوضع اللي نحن فيه، وخير خيار لنا هو الشارع، الخروج للشارع، التعبير عن رفضنا لأي قرار يخرج بشكل منفرد. نورة؟ أنا أقول إن شاء الله بإذن الله، أتمنى من كل الأطراف السياسية أن يتحاوروا، أن يجلسوا على طاولة الحوار، أن يخرجوا بحلول ضد الشارع. لا ليس ضد الشارع، أنا أقول لكل الأطراف وعلى رأسهم الحوثيين، عليكم أن لا تقمعوا الشارع، لا تقمعوا حرية الرأي والرأي آخر، كل شخص حر، أنا حرة أمارس. الله سبحانه وتعالى يقول فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن، لست عليهم مسيطر، ما حد سيطر على حد، مش معقول يجي شخص يسيطر على قرارك. أتمنى من كل القوى السياسية أن تخرج، هي بتقول إذا لم تكن القرارات اللي خرجت ضد الوطن إحنا حنخرج معهم، إحنا أنا أضم صوتي إلى صوته وحنخرج معهم، لكن إذا كل الأطراف السياسية جلست على طاولة الحوار وخرجت بنتائج لصالح الوطن ولصالح المواطن، المواطن أنا أنتمي للمؤتمر، كثير من المؤتمرين لكن يرفضوا الوضع، لا مستحيل نحن نجلس معات لأحزابنا نتلقى، يعني أتمنى من الحوثيين أنهم يتبلوا الوضع العام، أنهم شراكة وسلم معناته شراكة معكم على الآخر، مش شراكة الحوثي والحوثي لا، وغير شراكة أيوة مع الجميع غير هذا المشترك، وقدروا مطالب الشعب كل ما كان الطرف السياسي مع المواطن اليمني كل ما كنا معه أيا كان أي طرف، كان حوثيين كانوا أخوان لا، لكن الأطراف الثانية مستعدة هنزل معهم. غير هذه النقطة غير هذه النقطة أخلاق الشامي، غير هذه النقطة هناك نقطتان جوهريتان لابد أن تؤخذ بالاعتبار من قبلكم أنتم كمسيطرين وبيدكم مقاليد الأمور. واحد، الصوت المتنامي الآن في بعض الأقاليم سواء كان هذا صوت حقيقي أو غير حقيقي مدفوع، بالنهاية هو صوت ويمكن أن يكون له أثر، هذا الأول. الشيء الثاني الأزمة الاقتصادية التي يمكن لها أن تضرب بأي وقت، لأنه نحن معروف معونات مساعدات دول مانحين وكلهم هددوا الآن بأنه لن يعطونا شيء. بداية لا أدري ما معنى كلمة أقاليم التي ما سمعتي لا عشان ما أكون أنا متحملة، يعني ما سمعتي واحد يقول أقليم سبا مع أقليم مدري طيب. إيش عندما بدأت حركة أنصار الله منذ أيام الشهيد القائد السيد حسين نحن تبنينا مطالب الشعب ولم نكن بعيدين عنها، وكنا دائما ملاصقين للطبقة الكادحة. سياستنا هي هذا من بداية حركتنا إلى اليوم. المطالب أو الأصوات الرافضة أو الوضع الذي تتحدث عنه أو التهديدات بقطع المعونات أو الأزمة الاقتصادية ليست على الأقل بالنسبة لنا ليست فزاعة، نحن لا نستهدف أحد
ولم نضر أحد حتى من هذه القوى التي تهدد. لماذا لا يريد لنا أن نتحاور وأن نخرج إلى طريق؟ لماذا يجب أن نسير على سيناريوهات مكتوبة من قبلهم وأن نقول حاضر وسمعا وطاعة دون أن نحاول أن نكون لنا رأي كأبناء الشعب اليمني؟ لماذا إذا ما فكرنا أو إذا ما ارتفع صوت أحدنا هدد بأن تمنع عنه المعونات أو أنهم سيفرضوا حصارا علينا برا وبحرا وجوا كما يشاء بس حاليا؟ بس أنتم منتبهين أنه لو حصل أنه الشعب لني رحم أحد صح؟ لسنا في وارد أن نتحدى أحد، لسنا في وارد أن نتحدى أحد ولسنا ضد أحد. إذن كويس، هذه رسالة تطمينية. ونحن نمد يد الشراكة للجميع وكلامنا واضح حتى للجيران يعني يمكن يكون في تراجعات عن الأشياء وعن المطالب. ليست تراجعات، هذه سياستنا من البداية، لم نتخلى عنها. العلاقة مع الغير تكون علاقة احترام متبادل، لا مانع في ذلك. لماذا يجب أن نكون نحن الأقل؟ لماذا يجب أن نكون نحن المنفذين لما يريدهم؟ مسألة التهديد هذا أصبحت مسألة فارغة، لأن كلنا نعلم أنهم في الأول والأخير سيستمعوا لرأي هذا الشعب. بنصف بربع دقيقة، تتفائلي أنه حوار الساسة سيفضي إلى شيء؟ حتى ولم يفضي، الوضع يسير إلى خير. طيب أنا سأختم معك باستفتاء أو استبيان هذا، نعود إلى موضوعنا الأساسي وهو موضوع المرأة، موضوع حقوق المرأة وما الذي تحصلت عليه. من المسؤول عن عدم حصول المرأة على حقها كاملا؟ هذا كان سؤالنا واستفتاؤنا، ولهويدا أن تعلق. الرجل 50%، المرأة نفسها 30%، عدم نضج المرأة السياسي 20%، يعني تقريبا 50% لكم 50% عليكم حملكم. تعليقك أخير على هذه النسبة. الحق لا يهب بس لينتزع، ونحن لازم ندافع عن حقنا بانتزاع، مش طلب نطلبه منهم، انتزع منهم. إذا أشكرك جزيلا الناشطة الحقوقية هويدا المدحجي، شكرا لك، والصحفية فاطمة الأغبري، شكرا سامية أختك دائما أغلط، وكذلك رئيس حركة إنقاذ شباب 14 يناير والقيادية في المؤتمر الشعبي العام أيضا، خلينا نضيفها نورة الجروي، وعضو المجلس السياسي الأنصار لله أخلاق الشام، شكرا لك. أشكركم مشاهدينا الكرام لطيب الاستماع والمتابعة لهذه الحلقة من قضاياكم معود، وألتقيكم بإذن الله الأسبوع القادم في حلقة أخرى. أنتم الوطن بألف خير، إلى اللقاء.